أسدل الستار على دور المجموعات لدور الدرجة الأولى اليمني لكرة القدم تجمعي شبوة وسيئون. أربعة أندية حجزت مقاعدها وتأهلت إلى نصف النهائي في إعادة لما حدث في الدور التنشيطي الذي أقيم العام السابق. وحدة صنعاء وفحمان من المجموعة الأولى بالإضافة إلى أهل صنعاء والصقر من التجمع الثاني هي الأندية التي ستلعب المرحلة ما قبل الأخيرة من الدور اليمني للموسم الحالي. الوحدة لم يجد أي صعوبة في التأهل إلى هذا الدور، فمن 10 مباريات حقق 6 انتصارات وتعادلين كان كافيين ليتصدر ترتيب مجموعته التي ضمت شعب حضرموت والعروبة واتحاد إب. في الطرف الآخر وبشق الأنفس حصد نادي فحمان البطاقة الثانية في المجموعة بفارق الأهداف عن بطل الدور التنشيطي شعب حضرموت. هدف واحد كان هو الفارق في تحديد هوية المتأهل إلى دور الأربعة الكبار. المجموعة الثانية كان نادي أهلي صنعاء سيدها 16 نقطة، وضعت الإمبراطور الأهلاوي في الصدارة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه. حرب الحصول على بطاقة التأهل الثانية استمرت حتى الجولة الأخيرة، والتي تمكن صقر الحالمة من الظفر بها بفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثالث. إذن مباريات الدور الأربعة هي مواجهات لإثبات الذات، فالزعيم الوحدوي سيعمل جاهدا على تخطي عقبة الصقر، في حين ستكون مواجهة أهل صنعاء أمام فحمان هي المباراة التي ينتظرها الشارع الرياضي اليمني بشغف واهتمام. فلمن ستؤول المواجهات؟ ومن يستطيع حسم لقب البطولة هذا الموسم؟